اليوم نحضر معكم باغيت كيجي رائع وهائل وسريع ديال التحضير وزوين ومكونات جد بسيطه كيف ما عودتكم، والطريقه غادي تعجبكم وغتبقاو ديما تصايبوه ما غاديش تندموا عليه. هو الطريقه ديالو نفس الطريقه ديال بالمي. اللي بغيتو تشاهدوا الفيديو رانا يلاه ليحاه صايب فيه بالمي، هو نفس الطريقه نفس العجين نفس المكونات نفس كل شيء، كيختلف الطريقه ديال الشكل ديالو. الطريقه ديال الشكل ديالو غادي نوريها معكم ان شاء الله، اللي هي بسيطه بزاف بزاف. الان ان شاء الله غنخليكم مع المقادير. المقادير اللي غتحتاجوا فيها كاس تاع الماء، غنحتاج تقريبا كاس الى ربع ديال الماء، ربع كاس تاع الزيت، الزبده ديال التوراق، معلقه صغيره ديال الملحه السنيده باش غادي نصيب الباغيت ديالي، والدقيق 300 غرام ديال الدقيق باش غادي نعجن نخلط هادشي كامل. 300 غرام ديال الدقيق على بركه الله. غادي ناخذ في الاول داك ربع كاس تاع الزيت، هاد الخليط هذا هو اللي غنصيب به العجين المورق. نص معلقه صغيره ديال الملحه، غناخذ داك الكاس تاع الماء كي قلت لكم على بركه الله. بسم الله، كما تشوفوا جمعت ديك العجين ديالي واحد شويه بين يديا، نجمع شويه ندلكها غير شويه ماشي بزاف. كما كتشوفوا غادي نديرها في واحد البلاستيكه وغادي نغطي عليها ترتاح ليا تقريبا، نخليها مده 15 دقيقه عاد باش نوريكم ان شاء الله ونكمل معكم الطريقه ديال التحضير ديالها. كما تشوفوا من بعد ما خلينا هذيك لاباط ديالنا ترتاح غنبداو نسرحوها معكم دابا. كما تشوفوا غنديروا الدقيق مزيان، غناخدو واحد المدلك على بركة الله. كما تشوفو ملي كنخليوها ترتاح نخدمو دائما الطول العجين ديالنا. غنبداو نديرو ديك الزبده ديال التوراق كي قلت لكم، الا كانت رطبه ديرو ليها غير هكا، كانت من الثلاجه وقاصحه ديرو الحكاكه وحكوها، راه غتجي مزيانه وتسهل عليكم. كما تشوفوا نجيبو هادشي غنطويوها على هاد الشكل هذا، ونجيبو الجهه اخرى حتى هي ديرو على هاد الشكل هذا. نديرو الطريق الثاني دائما كي قلت لكم ناخذ العجين على طول ونبداو بالمرحله الاولى نطلقو لاباط ديالنا مزيان دائما كي قلت لكم تطلق طول. كما تشوفوا نعاود نطويها هاد المرحله هادي نديروها على اربعه المرات، وحنا كنطويو في العجين ديالنا على هاد الطريقه كما كتشوفوا كما تشوفوا معايا، وحنا مستمرين ونطلقوها ثاني كما تشوفوا دائما طول
غنديروا هذه الطريقه هذه اربعه المرات، وحنا كنورقوا في العجين ديالنا مزيان حتى كتورق لينا، وهذيك الزبده كتدخل في لاباط مزيان كما تشوفوا. دائما نخدموا طول، نورقوا مزيان، نطلقوا لاباط ديالنا مزيان. اش كتجينا سهله، غادي نطويها على هذا الشكل هذا. كما تشوفوا معايا نجيب اخرى، شوفوا التوريقه الرابعه هذه، نخليها غير ترتاح واحد شويه تقريبا شي مده 15 دقيقه، ونبدا معكم ان شاء الله نشكلها على شكل الباغيت اللي قلت لكم. انا كنوريكم الطريقه اللي كنستعمل، سهله وبسيطه بزاف بزاف وكتجي هائله. كما تشوفوا السمك اللي خليت انا ما غلطتش بزاف وما خليتش رقيق بزاف، يكون متوسط. كما كتشوفوا قسمت لاباط ديالي على جوج، قسمتها على جوج، خديت واحد المسطره باش ناخذ العبار قد قد باش يجوني الباغيت كلهم قد قد. كاين اللي يمكن ليه يعبر غير صباعو ياخذ جوج صبعات ويبقى يقطع، انا فضلت انني ندير المسطره وندير ثلاثه تشوفوا باش يجيكم قد قد، يجيكم متساوي وكل واحد عينو ميزانو. انا غير عطيتكم باش نبسط لكم باش تعرفوا العبار، تشوفوا جاوني قد قد كاملين. غنبدا فين درت دوك التشريطات، غادي نبدا نقطع. بسم الله شوفوا هذا هو السمك اللي خليت، دائما سكر. خديت واحد اللاطه فرشت ليها كاغيط، واللي ما عندوش هاد الكاغيط كي كنقول وبغى يديرها ديريت في لاطه، يدهن لاطه بالزيت ويحط الباغيت ديالو. غير هو واحد النصيحه، منين طيبوهم ديريكت في اللاطه، منين تخرجوهم من الفران يكونوا سخان دغيا قلبوهم، علاش؟ حيت ما قلبتوهمش ديك السنيده كتلصق في اللاطه وتيجيو صعاب انكم تحيدوهم منها. كي كتخرجوهم من الفران قلبوهم باش السنيده ما تلصقش فيهم. كما تشوفوا غناخذو كي قلت لكم هذيك الاولى، نديرو السنيده وغنبداو على هذا الشكل هذا. على هذا الشكل هذا وغنبداو نحطو في اللاطه. حنا مستمرين نوريكم الطريقه. كما تشوفوا هما هادو شكلتهم على هذا الشكل. درت الفران يسخن من قبل، شعلت عليه من تحت حتى نحس بهم تحمروا ليا، وغنشعل عليهم من الفوق، وان شاء الله نكمل لاباط اللي باقا عندي كامله ونوريكم الشكل النهائي ديالهم. كما كتشوفوا هذا هو الباقي ديالنا بعد ما طاب، كيفاش كيجي؟ راه كيجي هائل بزاف بزاف ومقرمل ورائع. وكي كنقول لكم شي حاجه على يديكم لوليداتكم نقيه وزوينه، راه ما كيتطلبش وقت كتير، وغير الطريقه اللي وريتكم راه بحال الطريقه ديال البالمي، هي الطريقه ديال العجين ديال الباغيت نفس لاباط، غير كيتختلفوا في الشكل. هذه كتشكلوها شكل وهذه كتكون شكل.
راه كتجي رائعه رائعه بزاف بزاف. وكما قلت لكم ما تنساوش انكم من بعد ما تطيبوه دغيا حيدوه من اللاطه، من تخرجوه من الفران حيدوه من اللاطه باش ما يلصقش لكم، حيت مع ديك السنيده ملي كتعسل كتلصق كيولي صعيب انكم تحيدوه. كما تشوفوا غنوريكم وحده، انا رققت وما بغيتوش غليظ، ثم كيبقى الاختيار ليكم. بغيتو تخليو لاباط شويه غليظه، بغيتو تخلوها اللي عجبكم، انا كنفضلو بحال هكا خفيف باش ما يجيش شتي تفرتس، عرفتي مقرمل وزوين بزاف بزاف بزاف، عرفتي وخفيف. كنتمنى انكم تجربوها ما غتندموش عليه. هذا هو الباكيت ديالنا ديال اليوم كما كتشوفوا، راه كيجي هائل 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 وكيعطي كميه كثيره. انا شي صبغيتو تصغرو حتى الكميه انكم تصغرو، تصغرو ما يجيش كبير، بغيتو طويل اللي بغيتو، انا شكلته طويل صغير درت اشكال كما تشوفوا، كبرت وصغرت، مهم نوعتو. هادشي اللي كاين، هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى هنا الاعجاب ديالكم وكنتمنى انكم تجربوا ما غتندموش عليه. كي كنقول في اخر فيديوهات ديالي كنتمنى انكم تشاركوا معايا في القناه باش تدعموني، وكنشكركم بزاف بزاف بانكم بالنسبه للناس اللي كيدعموني وكيشاركوا معايا في القناه. وخليتكم في امان الله وحفظه مع فيديو جديد ان شاء الله.